بحث مبادرة السيسي للسلام. مصادر اللقاء الثلاثي لم يتحدد، وإذا تم سيكون في القاهرة. هو طبعا لم يتحدد بعد، هي مصادر صحفية قالت يعني، وتحديد صحيفة يدعوها. إيه أهم ملامح مبادرة السيسي للسلام كما تراه ترصد؟ أهم ملامح مبادرة السيسي للسلام اللي احنا نجد حل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وإن هناك يكون ممثل للشعب الفلسطيني اللي هي الرئيس الشرعي او رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس. ما هو ده هدف أبو مازن عبر سنوات طويله جدا، وعبر يعني قيادات سياسيه عديده جدا مهتمه بالاساس بالقضيه الفلسطينيه. ايه الاختلاف اللي بيقدمه؟ ان في الاختلاف ان في اراده قويه، اراده مصريه لمواجهه لايجاد حل، لان الارهاب بيتنامى في المنطقه بمجرد وجود الازمه الاسرائيليه الفلسطينيه قائمه، والاعتداء على القدس الشريف والاعتداء على المقدسات الفلسطينيه وقتل الاسرائيليين والفلسطينيين، وان المجتمع الدولي بيكيل بمكيالين، من يقوم بمقاومه الاحتلال من الإخوة الفلسطينيين يتم اتهامه بأنه إرهابي، وهو ده بيدافع دفاع شرعي عن الأرض. فطبعا هي اللي تبنت المصادر الصحفية اللي قالت، هي جريدة يدعوت إحرنوت الإسرائيلية قالت اللي هيتم عقد قمة قريبة في القاهرة يحضرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحمود عباس وأبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية والرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوقت اللي نفى فيه ياسر عبد ربه اللي هو أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نفى إن في أي اتصالات وإن لم يتم يعني التباحث بشأن عقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبو مازن ونتنياهو. تمام. يعني طبعا أكيد تفاصيل أكتر ستتكشف خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد بعد ما يتم الاجتماع فعليا. أنا بشكرك أستاذ سلامة حربي نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، شكرا لوجودك معانا. ربنا يخليك، ألف شكر لك يا أستاذة منى وكل السادة المشاهدين. شكرا. ربنا يخليك. مشاهدينا دي كانت إطلالتنا النهاردة على أبرز عناوين صحف القاهرة، نستكمل من بعدها حواراتنا ولقاءاتنا الأخرى في هذا الصباح حتى العشر. خليكم معنا.